اذا مساء الخير قناه اخبار الفجر المغربيه. كتواجد حاليا امام الثانويه الاعداديه مهدي بن تومرت. المجموعه من الاساتذه ما توصلش المستحقات الماديه ديالهم وكيرفضوا التصحيح ديال الامتحان الاشهادي. شنو السبب استاذ؟ السلام عليكم. احنا اساتذه ديال ماده التربيه الاسلاميه قطعنا اليوم التصحيح لسبب بسيط، هو تاخر المستحقات ديال التصحيح ديال السنه الماضيه. ليس للقيمه الماديه ديال هذه المستحقات، وانما هي واحد القيمه رمزيه، ان الاستاذ اليوم ديال الماده ديال التربيه الاسلاميه او الماده ديال التربيه الاسلاميه بصفه عامه هي ماده مهمشه داخل المقررات ديال المنظومه التعليم المغربيه. زائد هادشي هذا هو الاستاذ ديال التربيه الاسلاميه او الاستاذ ديال الاعدادي بصفه عامه مازال الاستاذ كيدير مجموعه ديال المهام وبدون تعويض، ولا كان شي تعويض كيكون زهيد وكيكون فيه تاخر. هادشي هذا كامل اضطرينا اليوم اننا نوقفوا عمليه التصحيح حتى نشوفوا الجواب اللي غيعطيونا في المديريه، واش هاد المستحقات غتصرف ولا ما غتصرف. لحد الساعه اللي وصلنا اخر الاخبار على ان الاساتذه ديال التربيه الاسلاميه هم استثناء للوحيدين اللي ما توصلوش بالمستحق ديالهم. بالاضافه استاذ لهاد المستحقات ولهاد التعويضات كاين ظروف ديال التصحيح، يعني ظروف يعني مزريه. اولا الاستاذ كيجي خصو يجيب السيلو حمر، هذه يعني الى شفنا باقي المديريات كلهم كيوفروا للاساتذه هذه المستلزمات، يعني ادنى المستلزمات السيلو حمر ما كاينش. القرعه ديال الماء مثلا الاستاذ ما كيلقاهاش، الفطور بمعنى داكشي اللي كيتقاضاه الاستاذ، الا ديك التعويض الى سميناه تعويض راه الهزيل راه كيصرف منه الاستاذ كثار. خصو يجيب السيلو حمار، خصو يجيب برتقال عاد الماء، خصو يتنقل الى يعني ما كنطلبوش بهذا غير بالتعويضات، وانما كان ظروف ديال التصحيح خصو تكون الظروف يعني كتناسب مع الاستاذ. هذا فين يمكن نقول ما يتلقاش المستحقات، واحد. ثانيا الظروف، يعني كيخسر من جيمو، وكاين اساتذه كيجيو من مناطق بعيده. تصور مثلا الاستاذ جاي من تقريبا 60 كيلومتر على اساس باش يجي يتقضى واحد التعويض هزيل، ومازال كما قالوا بعض الاساتذه خصنا نديروا له حفله ديال عيد الميلاد، يعني مازال عام وها هو العام مازال والاستاذ مازال ما تقاضاش هذا التعويض، خصنا نديروا الحفله قبل من 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 نتعوضوا. هاد الصباح كاين بعض الاساتذه اللي صرحوا لنا بانهم ما توصلوش بالمستحقات ديالهم لسنوات، ومادام كانوا واحد القله يعني ما كانش باين الامر، ولكن هاد العام اللي فات يعني لحد الان حنا حتى شي واحد فينا ما توصل بالمستحقات ديال التصحيح. اضافه الى اننا حنا ما تندويوش على الظروف كما سبقوا الاخوان باش اللي تنصحوا فيها، هو اننا تنجيو كاينين اساتذه جايين من سوق الاربعه، كاين الاستاذ اللي تيخسر 100 درهم في الترونسبور، شحال كيعطيونا كاع في التصحيح في ظل ارتفاع اسعار المحروقات. الانسان راه الا جا غير من الاطراف ديال القنيطره راه كيخسر فلوس، اللي الا جينا نشوفوا ديك يومين اللي تنقضيوها هنايا او ثلاث ايام ديال التصحيح، ومن الصباح حتى العشيه تناكلوا على حسابنا تنخدموا على حسابنا، يعني التكرفيص. وثانيا اضافه الى انهم زادونا مهام اللي حنايا كنا مرهقين بالتصحيح، وزادونا ديروا لا سيزي دخلوا النقاط ديروا الى اخره. فحنايا كنطلبوا تنتمناو انهم يحسنوا لنا الظروف ويقادوا لنا الوضعيه الماديه، فاذا بينا تتزاد علينا يعني مهام اخرى اللي مرهقه. كاين اللي تيكمل مع الجوج ما كيمشيش من هنا حتى السبعه د العشيه، تنبقاو نتسناو لي بيسي قلال اللي غيدخل الى اخره. وعاد ملي تنجيو تنتفاجئوا ما خلصوناش، وملي ما تيعطيوكش المستحقات ديالك. حنا كالفئه ديال الاساتذه ديال الاعدادي المستحقات هزيله لا تذكر، غير مقارنه مع الاساتذه ديال الثانوي راه حتى هما هزيله ديالهم المستحقات، ولكن علاش ما تيديروناش بحالنا بحالهم؟ الامتحان بحال حنا قلنا في التربيه الاسلاميه نفس الكم، يعني الامتحان في الكم عندنا اربعه ديال الصفحات بحالنا بحالهم، هما تيشدوا اكثر منا. علاش؟ مع العلم اننا حنا كنصحوا واحد العدد تلامذ في الاعدادي راه اكثر من الثانوي. بخصوص المساله اللي ذكرتي ديال القيام كوب مجموعه من المهام اللي كتخرج من الاطار ديال الاستاذ، هي مهام اداريه باش تريطي النقاط وتدخلها في المسار، يعني هذه مهام اداريه، شنو ممكن تقولنا على هذه النقطه؟ المهم حنايا راه تيتزادونا شي اضافه الى التصحيح، غير قال لك خاصك تصحي، خاصك تكتب سميتك، راه غير باش تجي تبدا تكتب الاسم وتصحى. ليش هذيك اننا حنا تنصحوا
وراه حنا كاتبين في الورقه بان كندخلوا النقط وها سميتنا وعندك الجوا ديالكم دخل فيها سميتك وكتعاود تكتب عقوبه. كاين اللي عنده كل ورقه تكتب فيها سميتك وكنيتك وتوقع وتكتب السميه بالنقطه. شحال كتدي لها؟ عندك 200 ورقه، شحال تاع الوقت اللي غيدي لك لكتابه الاسم والنسب والتوقيع وتكتب الورقه بالعدد وبالحروف؟ النقطه بالحروف حسب كل ورقه شحال غتدي لك تاع الوقت. صراحة اختزال المشكل في واحد المستحقات هو تقزيم المشكل في حد ذاته. المشكل ديال الصحيح هو مشكل في حد ذاته، مشكل ديال ان اساتذة كيجيو من مناطق بعيدة في واحد المركز اللي احيانا تقدر المسافة توصل حتى 100 كيلومتر، كل كيجيب السيارة ديالو يعني ضيف ليها المشاكل الاقتصادية اللي كيعانيها يعني اغلب مواطنون وخاص بينهم فئه الاساتذه. باش تعاني هذه المعاناه قبل ما توصل لمركز التصحيح هذا راه خصو هذا المشكل خصو يحل. علاش ما يدارش مراكز في قريبه؟ علاش الاساتذه ما يصحوش في المؤسسات ديالهم؟ ربط المسؤوليه او ربط المسؤوليه بالمحاسبه، شكون غنحاسبه؟ واش تحاسب استاذ اللي كيبدل هذه المجهودات كلها، ولا غتحاسب واحد اللي كيجي في الاخر تيقول لك راه مشكل في رقم عام كامل باش يقول لك راه المشكل الريب وقع فيه خطا؟ هذا واحد المشكل كبير. كما قلت اختزال المشكل في هذه الجزئيه راه كاين مشاكل اخرى. مركز الصحيح تلقى غير مؤهل، يعني كتلقى استاذ 4 سوايع 5 سوايع جالس على طاوله، واش ما كاينش كراسه اللي ممكن الاستاذ يجلس بواحد الاريحيه؟ بالاضافه للمشاكل اللي ذكروا الاساتذه المتعلقه ابسطوها ستيلو احمر، ستيلو احمر ما كتلقاش في مركز الصحيح، خصك تمشي تشري ستيلو احمر من جيبك باش تجي تصحح. مشكل ديال كيما ذكروا انك تسيزي النقط في مسار، مشكل الوعود اللي عطاكم بالنسبه للوعود ما كاينش وعود، وعود عرفنا متوقع انها غتكون هي راه غنحلوا لكم المشكل وغيجيب لك لائحه ديال، جابوا لنا لائحه ديال الاساتذه اللي مازال ما توصلوا بالمستحقات ديالهم، قال لك بانهم راه دفعوها. هذه وعود ديما كنسمعوها ودائما المشكله بقيت تطرح، الا ما لقاوش شي حل جذري لهذه المشكله غيبقى مطروح. المشكل الابرز حنا هذا الجانب المستحقات راه غير المساله رمزيه، راه العيب والمشكل الابرز هو ملي كتلقى واحد التمييز ما بينك انت استاذ ثانوي اعدادي مع واحد استاذ ثانوي تاهيلي، كيتقاضى واحد التعويض كبر منك رغم هزالاتي كما قالوا الاساتذه، ولكن كاين واحد التمييز.